من الثنين للجمعة من الخمسة للسبعة، هذا البرنامج اللي يثقف يفرهد وينسيك تعب النهار مع سيمي بنور وليكرونيكور اللي ديما في فورما. هذه راسين كاري، مرحبا بكم مستمعينا. هذه راسي كاري على يفهم. ساعتنا الثانية متواصلة حتى للسبعة متاع العشية، برشا أمبيونس معانا. إن شاء الله تكونوا خفيف الظل عليكم في راسين كاري. فرح برجب، شادي عرفاوي، عبد الستار عمامو، جميلة الشيحي، هما الجروب تاع اليوم. السؤال، شنو هي الحاجة الغريبة بخصوص تعيين كريستينا ملكة للسويد في القرن السابع عشر؟ شنو الحاجة الغريبة في خصوص تعيين الملكة كريستينا ملكة السويد في القرن السابع عشر؟ شو الغريب؟ كلمة لسعد ستار. لا، سنة تعيين. تفضل سعد ستار. Un roi n'est pas désigné, un roi élu. لا، إلو ماذا بينك؟ إلني الروا، إلني روا، أي كورونمون يعني. كورونمون معناه هو اعتل العرش، يتسمى ساكر، ساكر دو روا، اعتل العرش، ساكري روا. أما هذه مش إجابة على السؤال. أي مش إجابة على السؤال، حبيت نفهم. هذا حشو يتسمى. ليه حبيت نفهم؟ لا، لب الموضوع. خلينا في السؤال، من فضلك سعد ستار، خليك في السؤال. سؤاله كان واضح وصريح، من فضلك سعد ستار، وقت البرنامج ما يسمحش. من فضلك. خاطر ممكن يكون جو في الكلمة هذه. لا لا، مش هذا. هي كريستينا عاشت ما بين 1626 و 1654، مش برشا كمان. واللي تتعرف برشا ما بين الملكات في التاريخ اللي كانت عندها مواقف بارزة. التيتر الحقيقي متاعها هو هذا الشيء الغريب. لكن الغريب لا غير العجيب، التيتر الرسمي تاعها معناها ان تيتر اكلازيستيك، معناها ستادير معناها في الكنيسة. لا، مرتبة في، لا مرتبة اسهل من هكا. هو كأنه الإجابة بديهية راه، ولكنها غريبة. هي مرا وقالوا اللي هي غوا، هاي هاي دونك الغريبة هي غوا، وهي غير نورمالمون غوا بوها خاطر. التيتر الحقيقي متاعها هو غوا دو سويد، مش غان. صار الكورونمون هذا متاعها في 1950، رغم انها ملكة بالوراثة منذ 1632، يعني من عمرها 6 سنين. هذه كريستينا ملكة السويد. عندهم الحق يسمعوا الغوا. سمع لي، هذا تنمر. عبد الستار عمامو، هذا اسمه تنمر. سامحني عبد الستار، تنمر. شبيلة هذه، غريبة منك عبد الستار. معناها الناس مش بزينها، مش قلناش زين. هذيك كما تخيلها الشاعر، اليزابيث الاولى كانت مزينه. لا، مي سي اون غراند دام. كيفاش عرفت ان هي ماهيش غراند دام؟ هي مبدئيا طولها 1.52 هذه بالحق. على ذكر غراند دام، ملاحظتك عبد الستار تخص التصوير. طول ما فماش غان هكا، اون غان هكا. هذيك كما تخيل في نتيجه وفي نقديها، هذيك كما تخيلها الرسام، راه ماهيش الحقيقه. يعني شكون قال لك؟ علاش الرسام يصور دي بورتري لا بوزي بوغ انا نصور دي بورتري؟ اللي يصور الخدمه نجمو تنزو تنفضو كما كانت ملكه. بلا كانت ملكه وفي عرشها كانت تحب تفرض قوتها في مجتمع ذكوري بامتياز في الفتره ذيك، وباش ما يصيرش تقليل من شانها وتقزيمها، رغم انه طولها قررت انها تعتمد. سي با بيان تقزيمها، كلام هذا سي با بيان. كيف قال لك الناس البارح؟ سيرك مش تفدلك كيف؟ لا لا، بالحق متر ولا بالحق. سامحني سامحني، تفدليك راهو اللي ما يضحكش ماهوش تفدليك. نعرف معاك القواعد تفدليك. لا، قواعد تفدليك لازم تضحك. لا حتى تنجم تكون فيها اونتر، معناها يلي انت بالصحه يلي انت ضعيف يلي انت مش حلو. هاك انت قلت لي، انت قلت لك على المانكان، قلت لي ما تجيش مانكان. انا قلت لك ما تجيش، بالعكس قال بلين ما هو، قلت لك اعمل ريجيم وتنجم تجي. اي شنو معناتها؟ حتى هكا ينجم يجي ينجم. قلت لك راهي تطورت مفهوم المانكينا وكذا، راه ولاو فما جماعه هكا. انت هو المفهوم تاع المانكينا تطور، لكن مش للدرجه بصراحه. مش للدرجات يعني. نطقتوا عليه هكا عليك غادي اللي حاجتي بيه شيء. وين كانت تلبس كيما الرجال
دونك ما عندي الحق وحتى في الانشطه اللي تمارسهم ماهيش ياسر فيمينين معنا بعنا كانت مغرومه بسيد الدببه وغيره من الحيوانات سامعني بالك شي وحيد تبوها هي فيك اللي صار هو وقت اللي تولدت هذه المراه قالوا للغوا قالوا له راهو جبت وليد صح ياسر وكل وعلاش خاطر كانت عندها برشا شعر كي تولدت بيلوزيتي عندها وكانت ملامحها خشم كبير حاجات كي معناها خشم تدور وليد خشم ايزو انونسي لا نوفيل لغوا خايب لا انت قلت عيب حسيت تنمر هذا بالاولاد ومن بعد لا معناها الطفل يكون عادة أكثر فوالا ملامحه دونك هو فرحت اللي حتى بعد قال خلينا حتى ولات تمارس رياضات ذكورية أكثر وكل أونتخوت تحت وصار لها مشكلة في ظهرها ولات زادة مايلة معناتها قصيرة ومايلة مشاكل كل أما السكسي اللي كان عندها ما عندكم حتى فوالا شوف فما فما أون أوتخ فورم دو ريوسيت ذكي يعني ذكي عنده ذكي خارق وتعرف اللي احنا عندنا سبع انواع من الذكاء سبع انواع من الذكاء عندنا كل انسان نجم واحد الذكاء نتاعو يهزه انه ينجح في ميدان معين عنده علاقه بالاصوات عنده علاقه بالمشاهد والصور عنده علاقه بالعلوم كل واحد سيريات سامحني نحييه يقول لي انه في السنتر نتاع اديان فما في السيتي دي سيونس اللي هو اون في ديكوفرير لاديان بور لي زونفون ايتيديون شكرا لك سيريا على التفاعل دايغ لاديان مش بعيد على مبرونه خاطر هي حتى بعد سنين ما لي ماتت عاودوا حلوا القبره نتاعها في الفاتيكان وثبتوا كان راجل ولا امراه قاعد عندهم باقي لو ميستير هو هو الغريب ان البي سكانديناف معنا ما قبلوش الفتره هذيك امراه تحكم الا بان فرضت روحها اون طونك بلوتو اقرب للرجال من معنا بطبيعتها في الجنوب معنا اسبانيا ايزابيل لا كاثوليك معنا حكمت فرديناند كما حتى في بلايص اخرين زاد معنا مو هذيك المشهوره برشا النورديك هما وقتها فوالا بور دير كي دونفر الدنيا كيف تطور كيفاش تطور يلا الكايسات شنو حوالهم؟ سافا الضغط خف خير من قبيله وين الضغط اكثر معناتها عن جميله بير القصعه بير القصعه والضغط يعني خف على البقايا في العاصمه وضواحي العاصمه سويتانو توا 6 و 4 تقريبا الناس كل روحوا شويه ولكن مازالوا يسمعوا فينا في غاسين كاري يلا هذا موعد جديد مع ايناس في انفو تريف في راسين كاري رجعنا في راسين كاري مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا شكون اللي اليوم مفروض عليهم يكون شعره مقصير في الخدمه وقت اللي تاريخيا في خدمتهم ما كانش ضروري شكون الهيكل يعني تاع خدمه قصير شنو معناها كورد ترافاي بغوص قصير لازم يكون شعر شادلي مثلا شعر شادلي ما فماش مش قصير ما تفتلكش هذه التنمر تنمر زاد يعني تنمر هذه حقيقه اي اما تنمر فيها تنمر اخويا يعني فاش تنمر ما عنديش شعر بارابور لك سامحني جميله شعر شادلي هابط هكا هذا في هذا عمل كراتيب تفقد الشيء لا يعطيه انت شعرك غزير لا مش اسود اسود انا اخويا سبحان الله فما خلل في توزيع الثروات نتاع الشعر في بدن اللي كان باش يجي لهنا قضية فساد هذه نورمالمون سجلوها لك على فكرة شكون اليوم المفروض عليهم يكون شعرها مقصير؟ من المفروض فكرة الجيش معناها الجيش الجنود كان شعرهم طويلة بكري كان يخليهم شعرهم شوف انت حتى في الافلام من التفاصيل اللي تخص اغلب الجيوش في العالم هي القاعدة اللي تفرض عليهم انه شعرهم يكون قصير برشا بالنسبة للسبب في العصر الحديث هو الهيجين معناها والسيكوريتي باش يسهلوا ارتداء بعض الأقنعة كيما الماسكا غاز اللي ما نجموش يلبسوه شعر طويل مثلا تاريخيا ما كانش ضروري انه يكون شعر الجندي قصير مثلا في اوروبا في العصور الوسطى ما كانش اما نورم بخصوص الشعر عند الجندي اما كانوا الملوك هما اللي يحطوا بعض القواعد في وقت حكم لويس السادس عشر مثلا الشرط الوحيد انه الشعر نتاع الجندي يكون طوله او موان يعني شعره ما يفوتش 20 سنتيمتر دونك في العصر نابليون كان الريغلومون يقول انه الجنود لازمهم يعملوا مشطة نتاع شعر شهيرة اليبوك واللي تتسمى لا كوب اون كادونيت واللي شعر طويل اللي تلم من الجناب بديتريس بون ضربي من الجنود ضربي من الجنود تاع اليوم لا حبوش يقولوا هالبوب نابليون بيدو كان هكاك كان هكاك حسب الرواية المتداولة الشعر القصير كان موجود عند الجنود الرومان مثلا واحنا المارينز نسمعوا المارينز ديما لا كوب مارينز اما فما
مثلا التوهات زادة توهات ولا في المطبخ نورمالمون لازم يلبسوا التوهات ولا يلبسوا شعره يلبسوا جمع طاهي طاهي يلبس الوحده اي فما التوهات اكزاكتومون فما حاجه صارت في بدايه السنه الدراسيه اثناء في تونس فما ولاية صغير حيته كامله شعره ملي هو صغير شعره ديما طويل وشيخ عليه وكل دخل المكتب حكموا عليه باش يقص شعره وش رايكم في الحكايه هذه علاش جوستمون سامي يهمني رايك في الموضوع هذا زاده سامي مدرسه سامحني مدرسه عموميه جو كرو خاطر في لي بريفي نشوف انا والمبدا هو المبدا ولاية صغير معناتها لازم يحجم شعره كيما الناس الكل ولا انا 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 مع مع ان ولاية صغير يكون اليز أكهو. ولا هو تقلق انا أليز. انا مع مبدا انا مثلا صغيره نظافه فوالا نظافه انا 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 ولدي مثلا ولدي ياسين وقت دخل الروضه كان شعره طويل قبل ما يدخل فشعره طويل مش برشا طويل قعد عام وبعد قال لي لا ما عادش نحب هو ما عادش مرتاح على خاطر اصحابه يقولوا له شبيك شعرك طويل عشان دونك انا نرى انه هو ما عادش مرتاح دونك خليه حجم انا ولدي شعره طويل كان اما قلقه قلقوا في السخانة قلقوا قصيته له وانا وقتها ماذا بينا ماذا بينا نتجاوزوا احنا انا مع المظهر اللائق نعرف انه ما نجموش مثلا نجيو لليميسيون مثلا ما نجمش يجي عبد الستار لابس مايو دبان ما ينجمش خاطر فما مظهر لائق باش يخدم وقتها نسبة المتابعة تتخسر على تي في وعلى خسارة في الاوديمات ومن البوز توا توا انس بتات عبد الستار ما نجمش ما تنجمش تكون جميلة جاية بيكيني يا ربي نعيش وقت النهار لا يقلي لكل مقام مقال مع أن الحاجات تكون محترمة يعني لكن أنك تفرض حاجات معناها تولي يعني تنفر العباد من هذا لأنه البرة مثلا تشوف أنه اقتداء بشكون احنا بتجارب مدرسية كبيرة من عشنو فما حاجات نشحوا نجحوا مثلا انه اليونيفورم يكون موجود للولاد والبنات يونيفورم مش منديله يونيفورم اولاد وبنات في الابتدائي فيستا معينه كيف كيف على خاطر هنا احتراما حتى للانتماء الاجتماعي الفوارق مش نتاع واحد غني لابس عليه والاخر مسكين هذوما حاجات اللي هما ينجموا يقدموا بالشخصيه نتاع الولاد الصغير ولا الطفله صغيره وينجموا يحسنوا من حاجات ولكن هذوما الحاجات مش اعتباطيه وكل الاوامر اللي ما عندهاش حتى فوندمون هو كانوا ينجموا يخليوا الولاد ممكن وحده وحده شعر ولا شعرين يطلب هو باش يولي كيما الاخرين اكزاكتومون اما سخفني انا حاجه لوبليغاسيون تولي لوبليغاسيون تخلق عنده فما مدير مدرسه هز الولاد وهزهم في كار ولا في كرهبه ولا شنو مش حجم اي الحادث هذا يعني الدنيا فهمتني باغ كونت بالنسبه للشعر الطويل بالنسبه للجنود في وقت ما يبدو ان كان معمول به في بعض حضارات ومنها ممكن ياسر جات حكايه قصه شمشوم وشعره اللي هو قوته جايه في شعره واللي شمشون شمشون معناها حتى في بعض حضارات قديمه كي تشوف مثلا في بلاد لكن مخيل شعبي يعني اكثر بلاد ما بين النهرين وكل شيء جنودهم شعوراتهم الطويله راس الغول وراس الغول زاد خرافه راس الغول سي لا ميم شوز اي راس الغول حتى الفيلم ديبوك عبد الستار ديبوك شعره طويل يعني معناها بور دير كو يظل لي معناها في الاصل معناها هي حسب الحضاره حسب المكان الجنود ياخذوا خاطر تويكا ولا حكايه تقنيا معناها كما قلت تلبس ماسك فما حاجات ما ينجموش كل شعر طويل لقيناها وقت اللي صدام ضرب معنى الكيان الصهيوني معنى حتى في الديانه معنى اللي عملوا لي بوكل في الديانه وقت تخلي عليها وقت تخلي عليها خاطر مش يلبسوا كل ماسك تاع الجاز يوحلوا للساموراي للساموراي نوع من انواع كيفاش يقولوها معناها اللي فاهم كاين اللي معناها وقت اللي يقص شعره معناها اهانه كبيره معناها انتهى كيما ينحيوا لي جالون تاع تاع العسكري معناها يبدا يعمل عمله كبيره ولا شلاغم في ثقافه اخرى ينحيوا له شلاغم وحاجه كبيره ياسر هي تحتيم نور الرجوله نتاعو الفيغيليتي شاد الفيغيليتي يا شاد مثلت الحب عليا وانا صدقتك ايه عاد مش سؤال هذا هذه غنايه هذا صبر باهي نرجعوا بعد شوي عجبتكم الاغنيه حلوه جميله صابر دي فاسون ما يتقالش جميله جدا
هي باهيه ما لازمنا اغنيات المره الجايه يحفلوها اكثر نهيجوا اكثر. اعطينا حاجات مثلا شاد اللي كان عنده فكره مش خايبه بالكل قالك شويه بنادر وعجعاجي ونوبه وفازيت وهكا ومزود ومزود حتى ننظروا فيه تنظروا باهي ميرسي شكرا باهي اوكي انت فرح قل لي قل لي الطلبات عرفتهم هذيك المعلم اللي عنده تلميذ يغيب يخرج من التابلو يقول له قيد لي اسمي تاع الشوش هذيك هذيك ما قلتش انا ما قلتش خليني واتشرف واتشرف خليني ساكت انا ما قلتش خليني ساكت. في 2007 علماء الاثار القاو قبر يرجع للعصر الحجري الحديث فيه زوز هياكل عظميه في وضعيه معينه حسب رايكم شلون هي راس وذنبه راس وذنبه فوالا كوبل اي ما في معظم فاكوبل سنه تجيل اجابه بصراحه مش راس وذنبه القاوهم لا اليوم سمعتك اما قلت لك لا اليوم لو كالان يعني طريقه التعبير على احساس معين هي الكورونا فسدت شويه ذايا ولكن بما انه احنا شعوب قريبه شويه لبعض يعني حتى ناس اصحابي توسا عندهم العلاقه هكا الحميميه معنا في الفال ها دونك احساس معين بين زوج اشخاص كما الصداقه الاخوه الحب الاعتراف بالجميل وغيره دونك نحبوا نعرفوا منين جاء الكلام تاريخيا الاكيد انه مش باش نلقاو شخص معين نبتكره ولكن الاكتشافات نعم مسلم هو وي نلقاو علماء الاثار المؤرخين تخلينا نعرفوا انه لو كلام تولد كغريزه عند الانسان وين من عصور ما قبل التاريخ الناس كانوا يعنقوا بعضهم مثلا واحد ما شافش واحد من بعد غياب او علاقه كبيره ما بين اخ واخو ولا ما بين اصدقاء ولا ما بين ام وولده وغيره. الفرضيه اللي مشاو فيها العلماء انه اسلافنا ما قبل التاريخ كانوا يتعانقوا باش يحافظوا على دفء الاجسام في وقت البرد خاصه. يا سبحان الله. في 2007 لقوا مجموعه من علماء الاثار في ايطاليا قبر في زوز هياكل عظميه يرجع للعصر الحجري الحديث يعني اكثر من 6000 سنه التالي ونجموا العلماء يستنتجوا انه في الزوز الاشخاص هذوما كانوا معانقين بعضهم وداير سماوهم لي زاموغو دو فال داغو فالداغو البقعه اللي قاعد فيها توا الشوفاج ما شاء الله قاعد يعوض يعوض في الكلام سي هيومان على خاطر داير في في بومبي في هبط عليهم الفيزوف وكل شيء برشا من الناس كانوا معانقين سورتو الامات مع اولادها هي نوع اي نوع من الحمايه زاد كي تعنق حد كاينك تحميه تحطه تحت نقولوا هالكلمه حطه تحت جناحه في بالك عملوا مره كونكور الكلام في لندن اي كانجي 2012-2013 حاسيلو اكثر كوب القعدوا معانقين بعضهم قداش سوايع مازالوا 24 ساعه يا الله ويظلوا 45 دقيقه كوبل يعني معرسين رقدوا مع كيك كوبل يظلي تايلاندي ولا حاجه كيما هكا معناها رقدوا 24 ساعه و45 دقيقه هو لو كلا ولا العناق اون فيت احنا الكلنا طريقه نحسوا نحسوا بالامان اون فيت هذيك قال لك الهرمون نتاع البيانيتر هذيك علاش نحبوا ونعنقوا مش معناتها فما علاقه حب ولا علاقه لا لا يعني مش شرطيه يعني يقول لك في النهار الانسان الطبيعي حاجته باربع مرات كلا وكان يولي انا مانيش طبيعي هذه طبيعيا وبعد اكثر باش تولي لاباس عليك وفما لو بيانيت ولازمك مثلا 12 كلام في النهار باش تبدا توصل للكرياتيفيتي وتوصل للابداع وتوصل حاجتي فيك البر يا اخي سامحني ما عملوها ولا في الشارع نهار للكلام ما تعرفهمش عندنا اكزرسيس في التياتر يعني قبل بدرجين من مسرحيه ما تعرف يعملوا يعني عنقوا بعضهم يعديوا الطاقه الايجابيه والشحنه باش يتعدل عليهم باش هكا ساعه سيدي عم هكا تعنيقه تعنيقه اكزرسيس يبدا يدور في الاسباس يلقى صاحبه يعنقه يعطيه انرجي وطاقه باش يتعدى العرض يعني في تاع سان اكزرسيس تياترالي قيمه الكلام نور الدين يحيي فرحك راجلي لا لا شكون مستمع مستمع دونك يقول لك مبروك الساك فرح قديم قديم قتلك شكرا هو اللي نور الدين دايخ سبحان الله يا سبحان الله نكملوا الكلام فما شكون يعنق شجره الور لا النباتات اي بيان سور خاصه الاشجار تاع
تعطي طاقتهم الكل اكزاكتلي قوية ايجابية اكثر من الحيوانات. اخر حد على النقط شكون انت؟ وانا نسوق على النقط شجرة تسوق ادفع لي سيريزمون وليدي مرتي الناس كلهم انت البارح على النقط بالحق إذا كي الكواكب يا مريتي باكي هاي وين موجود بحر الأمطار؟ بحر الأمطار بحر الأمطار لا مير دو بلوي في أثينا بحر ماش موجود وقت اللي وقت تصب الشتاء يتكونه إيش معناها بحر الأمطار؟ سبب في تكون البحر هذا هو استدام الموجات الحرارية القطر متاعه يساوي 1123 كيلومتر في الشمال البحر هذا في بحر الشمال ماهوش على سطح الأرض في القمر كل يوم عندكم حاجة في القمر البارح شنو سمعتكم حاجة في القمر سيتي كوا صوت البارح البوليسيون الإنسان كيفاش حتى لو في القمر دونك لا مير دي بلوي بحر قمري واسع موجود على لافاس فيزيبل البقعة اللي تتشاف نتاع القمرة والسبب في أنه هذيك البقعة الباجية فيها ماك التصوير دونك هذيك اللي دايرة بالأحمر هو البحر القمري يعني سبب في تكون البحر هذا هو استدام كويكب بسطح القمر 3.8 مليار سنة التالي البحر القمري ماهوش الوحيد نلقى مثلا بحر أكبر منه اسمه لوسيون دي تومبيت محيط العواصف اللي هي موجودة على الجهة الغربية من الجهة اللي تتشاف من القمرة وفما دي مير لونير معناها فما بحور وأنهار أخرى في القمرة وهذا فيه بشبه معناه أن توكا هذا فيه يعني ولا لا يعني فيه هاي أن توكا يظهر لي مرة في آخر زيارة لرواد فضاء على القمر كان فما يعني دي ميسيون يلوجوا على الماء مثلا يلوجوا على الماء في كواكب أخرى حتى مش قمرة بركة في المريخ في المريخ وغيره ما أخذ بالقوة استعرضوا بالقوة من هو القائل مش ديما يستردوا بالقوة هو هذا تفكير ساعات يستردوا باللي كلام هي بأخذ بالقوة فما شكون سبيساليست في هذا مش نابليون اللي قال هي فنقول لك ولد 1918 جمال عبد الناصر هو جمال عبد الناصر جمال البارح كانت الذكرى 51 لوفاته 1970 ثاني رؤساء مصر واللي شد المنصب هذا من 56 حتى لوفاته وهو من الناس اللي أطاحت بحكم الملك فاروق جمال عبد الناصر عنده برشا أقوال يذكرهم له التاريخ عفوا اللهم أعطينا القوة لندرك أن الخائفين لا يصنعون الحرية والضعفاء لا يخلقون الكرامة والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء القومية العربية هي التي تقرر كل شيء هذا وقت يعني كان وقتها صالح الكلام هذا وقتها لكن اليوم ما يعنيش ياسر حاجات بصراحة معناها لا هو بعد القومية العربية وغيره يعني من يعني حتى وقتها كتاب ريحة يعني اللي عمله وقتها أهم خطاب يعني تاريخي هو ده وقتها كي جوست ما بعد خطاب ريحة وبعد اللي قاله علاش قلت هكاك سيدي هو قاعد يقول كلام من النوع هذا في الخطابات نتاعو في الحبيب هناك تلاحظوا تشوف الخطابات نتاع الفترة هذيك قلب 360 درجة بمعنى أنه ما عادش يحكي في ولا يحكي تونسي 180 درجة 180 درجة تونسي معناها محلي وطني وهاك تقول ولا قل في الناس حتى كيف يطيبوا معنا ماذا بيكم عاش تقلي وطماطم تيماك قال الطبيب قال لكم صبوا عليها الزيت طيب طماطم هكا قصوا صبوا عليها الزيت ني باهي خير انفع ولا يحكي هكا كريمه ولا متوجه تونيزو تونيزيان معنا التونسي في معيشته اليوميه خاطر يمن انه من المحلي يعني تنجم توصل للعالم لازم تبني على اساس سامحني يعني خطاب اريحه في معنى اخر يعني بورقيبة في أريحة حكاية على حكاية أخرى فيما يخص الأراضي المحتلة خطاب أريحة فند به القومية العربية وسنغزو في إسرائيل وسنلقي بها في البحر وكذا كسر جملة المقولة ذيك قال فلسطينيين أنتم أبجل أنتم أبجل وادخلوا في التحزيم وكذا دخل في نفس التوجه ولو أنه فنيا مثلا تحس أنه
الفتره، وهذه حاجه باهيه انه المصريين مثلا عرفوا انهم يحطوا الفيكسيون نتاعهم والتاريخ نتاعهم محطوط في الفيكسيون، سواء افلام ولا مسلسلات. في قيمه الثقافه، واحنا برشا ناس تعرف مثلا نمشي فما اسال ناس تتفرج مسلسلات مصريه تقول لك تعرف اسم سعد زغلول مثلا وما تعرفش اسمه حمد علي الحامي مثلا. صحيح. الفرق بيناتهم ان توكا المسلسلات والافلام وغيره. وضحت انه فتره عبد الناصر كانت فتره بروباغندا كبيره عملها روحه، يعني حب انه يعطيك الغطاء الثقافي. يعني كان مميز بأم كلثوم وعبد الحليم وظلم ويعني مثلا نحن نحكيه يعني على فنان محمد فوزي بار اكزامبل اللي هو انهى حياته معدم بعد ما جمال عبد الناصر عمل فيه، يعني بعد ما انه امم له الشركه نتاعه لانه طلب غنايه وطنيه، قال وانا نغني للبلاد ما نغنيش للاشخاص. انتقم منه على طريقته يعني. اما نجاح ياسر في اللي عملوا هذيك عربيا ومصريا وعالميا بوتيتر زيدا. وشفت مره ريبورتاج، مش ريبورتاج، منى شاذلي مشات لدار عبد الناصر وتحكي على الدار هذيك. الدار هذيك سلموا فيها خاطر هي رزق املاك الدوله مش نتاعهم، اعطوها للدوله باش السيسي عملها متحف، ومعناتها كملت التجربه مش كان من وقتها مكمله السيسي. فهمت؟ باش نعطيك حاجه، خصوصيه المنطقه مصر وخصوصية يعني الحدود نتاع مصر وخصوصية جدا الشعب المصري تختلف على الشعب مثلا شمال افريقيا ككل. في شنو على شنو مثلا؟ في برشا حاجات، في برشا لا في حدودها مع حربها مع اسرائيل، في حدودها حتى مع على حتى من ناحية تاريخية معنا الفراعنة وعظمة الفراعنة، نكون في عظمة احنا الوراثين تاع الفراعنة معناها هما معناها الفكر. وعلى ذلك يخرج زعيم، على ذلك يخرج زعيم كما جمال عبد الناصر او سيدة انور السادات، يعني يخرج زعيم وياخذ اشعاع اشعاع مش على القطر نتاعو برك، على العالم العربي. احنا نلغيو اللي قبال دي، اما هما عملوا مصالحه صحيح في المسلسلات نتاعهم، عملوا مصالحه مع التاريخ نتاعهم، وحتى في نقدهم لجمال عبد الناصر يعني مساروا عملوا مثلا فما مشهد كبير ياسر اللي عبد الحليم يغني في الاذاعه وانتصرنا وكذا غني الثوريه وهما خاسرين قالوا في فيلم عبد الحليم قالوا يعني قل لي اعطيني الحقيقه، قالوا رانا انهزمنا وكذا كذا يعني فهمتني، قالوا ما علاش خلي فيا نغني وكذا كانه يعني خان الشعب نتاعه ولا بلغه. حكينا على الاغنيه اللي ما حفظهاش غازي اللي هي شو تعرف عبد الستار؟ انا ماشي بحالي ولا واخد بالي، انا مغروم بالي متظن، والوحدي بغني وبقول موالي، اول ما الحلوه فتحت شباكها تيره، فتحت باب قلبي للشو طوالي تيرار، وعرفت الشو تيرار وليالي الشو. لا 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 لا، اما انا نقول احتياطا احتياطا مهدي مولي حضر روحه خاطر عاشد لي هوني مهدي استنى معايا باهي مصالحه وصابر في دروج ويغني عملنا مصالحه. هي بالحق اغنيه جميله احلاها. هو عنده روائع محمد فوزي، عنده حاجات ترعب بالحق. يلا هذه ايناس في اخر موعد معانا في ام فتره. مرحبا بكم مستمعينا. يلا الاغنيه الثانيه هي عرفت اغنيه كل مستمع. يلا سؤال يا سيو. فاتني يا مواطن مع لي يا سيو. سؤال يقول ايش معناه مؤشر اسعار الغذاء الصادر عن منظمه الاغذيه والزراعه الفاو، وشنو هي اهم الاغذيه اللي يحسبها المؤشر هذا مؤشر اسعار الغذاء؟ حسب رايك لو بانيه هذا اللي الفاو يحسبه مكون من شنو؟ يحسبوا للعالم كامل راه الفرينه قمح سيريال سيريال بانواع الروز. اي علاش يحسبوا ساعه على خاطر شو يعني؟ علاش يحسب المؤشر هذا؟ حاجه كونسوماسيون كونسوميشن. مش عارف نسبه الفقر في البلدان شكون اللي قادر على نجم تقول يعني يستعملوا لقياس التغير الشهري في الاسعار في الدوليه، دونك المجموعه من السلع الغذائيه الاساسيه كما قلنا نجم تكون معناها المؤشر يقيس معدل اسعار خمسه مجموعات من السلع الاساسيه بونديغي بحسة كل مجموعه من المجموعه من الصادرات هذه خلال فتره معينه. الحبوب زيوت الزيوت النباتية، اللحوم الحليب الألبان والسكر في نشر بيان سور
طبعا هو باز. من الحاجات اللي هما دو باز الناس تشريها في اي بانيه في العالم يعني. مش شوف روحك تعمل جاتو بالعسل قلتي لي جاتو بالعسل ليه انا تعرف على قلت له سكر على خاطر خاطر وقت اللي تعاك المده كل مده عندها مديده كمش اكتواليتي غلف معنى تغلف السكر وقت ما عاد فما سكر الفراك قالوا لي خاطر السكر مش باهي ما تاكلوش السكر هو السكر كي تزيد فيه برشا معناها وتاكل برشا منه ولا مش باهي لا لكن في العالم موجود في البانيه لو مينيموم دو سوبسيستانس معناها بالنسبه للانسان في نشر التوقعات الاغذيه جوان 2020 صارت عمليه مراجعه لسنه الاساس معناها لاني دو باز في احتساب مؤشر اسعار الاغذيه لتوسيع نطاق التغطيه نتاع مؤشر اسعار فما مواعيد اصدار لشهريه المؤشر هذا في 2021 اخر اصدار كان في 2 سبتمبر دونك الشهر هذا وصل في معدل مؤشر اسعار الاغذيه ل 127 نقطه في شهر اوت 2021 معناها زادت بأربع نقاط المؤشر هذا زاد على شهر جويليا وزاد 31 نقطة على الفترة بتاع عمناوي المعدل العام لمؤشر أسعار الأغذية في خمسة مؤشرات أساسية اللي هما معدل أسعار الحبوب اللي زاد من بين أسبابه التوقعات بانخفاض معدلات الحصاد في الدول المصدرة أساسا ومؤشر أسعار الزيوت النباتية اللي ارتفع زاد على أدنى مستوى ليه خلال فترة خمسة أشهر معدل مؤشر أسعار منتجات الألبان كذلك ارتفع وارتفع معدل أسعار اللحوم 20 نقطة مقارنة بنفس شهر عمناول وأخيرا معدل السكر اللي زاد خامس زيادة شهرية على التوالي وصل للمستوى الأعلى منذ فيفري 2017 معناها ساعات إذا كان ترقى في العالم في العالم لا في العالم إذا كان ترقى المعدلات على الأسعار زادت وإذا كان تلقى مشاكل متاع انفلاسيون وغيره معنا كما حكينا نحن على عديد على عديد البلدان والناس اللي ما عاش تخلط معنا حتى في بلدان مصنعة ومتقدمة يعني السيري الكوريان توريك معنا بلد قمة في التقدم والتحضر كوريا الجنوبية برمي الاقتصاديات الناجحة في العالم ولكن رغم هذا تعيش معناها معدلة فقر كبيرة وهذا أنه الفاو اللي هو كما يحاول يكون انستابيليزاتور معناه معدل للاسعار هذيا نتاع المؤشر نتاع الاسعار التغذيه وسورتو من البلدان المصنعه الكبيره اللي هي تفرض هيمنتها على السوق ها دونك هذا كان سؤال لي اس او على مؤشر اسعار الغذاء نرجع لكم غدوه في سؤال اخر من لي اس او شكرا درجي لاب درجي لاب عبستار سؤال يظهر لي أنا طريف قديش فما من نوع تفاح في العالم برشا ما قديش طريف ألاف ألاف فما قديش فما ألاف 8000 6000 7000 نوع مش هذا السؤال سؤال قديش يلزمنا من تفاحة قديش يلزمنا من وقت باش نذوقوا منهم الكل 7500 نوع تفاح يوفى العمر وما ذوقوهم لا علاش مش الدرجه هذه تحطهم قدامي مش حطهم قدامك 60 سنه اقل 50 اقل 30 سنه اقل شويه 25 20 سنه 20 سنه لازمنا 20 سنه بعد نذوق التفاح الكل باش نجم نذوقه فما تفاح كي تراه ما تعرفوش معناك صغير والوان مختلفه صحيح عمرك مريته يعني كل يوم يذوق تفاح معناك كل واحد كل نهار بتفاح لازمك 20 سنه يعني نجم نذوق 10 تفاحات كل ساعه تفاحه شادي حاله خاصه احب انواع التفاح لكم بالنسبه لي انا تفاح جربه جربي اكل اكل كي تاكل يتفتفت حتى سبيبه انا ما نحبش اللي يتفتفت نحب اللي كروكون لو كروكون يلا كروكون شكل انا باش نحكي على هاي تفضل على الرحلات بالمناطق تفضل المنطاد سؤال اي نعرف انا اول رحله بالمنطاد صارت في العالم في كلاسيك اي عاش بيه كلاسيك اسمك تشجعوا انا شجعته هاي في كلاسيك 1800 واش لا لا اوكي هذه غير اهله فما اللي اهله وغير مأهوله فما اللي واحد فيها فيها بنادم والاخرى ما فيهاش بنادم شو الفتره وجيزه فما واحده فيها كلب هي الاولانيه نعم لا هذيك في كي بعثوا الكلب ليه ليه في اللاحق ليه هذيك اما منطاد لا لا ما بعرفش منطاد مشى وحده وبعد شنو قول شنو ابري البريود البريود في 1800 وشويه 1900 وحاجه لا لا
في 17 في 27 اوت 1783 قام الفيزيائي جاك سارلو بمساعده الاخوان روبرت باطلاق اول منطاد بغاز. جاك سارلو فرنساوي فيزيائي شو اسمه؟ عاودنا اسمه عايش. جاك سارلو. هاي. بغاز يعني الهيدروجين ما تعرفوا من باريس وحلق المنتاد 25 كيلومتر. هذه أول مرة. أول مرة أما فيها بشر يعني أوكي. فهمني؟ هذه من غير بشر. هذه من البشر. هذه من البشر فما اللي ما غير بشر. أوكي. قبل هذيك قبل. في 21 نوفمبر 1783. شكرا شادلي. حلق المنتاد الهوائي هوائية بالبشر. سي بون. يلا فرح نعرف هذوما اول مره وكل شيء شنو بدقه 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 انا يقعد لي في مخي ديما سؤاله اكثر راجل تزوج تزوج شكون جيك جنكيز خان هاي ذكر جنكيز خان مش القائد جنكيز خان انا قلت اكثر واحد في جينيس عنده اكثر تزوج نساء المكيني هذاك انت تذكر وليد يلا فرح حكينا اليوم على الادين وحكينا على البسمات احنا ثمانية في الاستوديو معناتها كرونيكور ان جينيرال خمسة واحنا كان كل كرونيكور يعطيني بسمة احسبنا ثمانية تلقاه ولا حتى تسعة اوكي تفضلوا بسمات اي ما سمعتش سؤالي خاطر انت بسمات احكينا اليوم مثلا على الاصابع اكثر واحدة نعرفوها بسمة الاصبع جبت انا على المكان العين بسمة العين زيدوا اعطيني بسمات بسمة اللي هو الريحة الشعر الريحة شغبوا الشعر الشعر صحيح في الأدين هذيك الأدين في برشا كيما إفرازات البدن كيما العرق كيما قلنا السائل المنوي كل هذيك الأدين فما البصمة بتاع اليد الدخل حامض النووي اليد هذي الكف لا سنين سنين الدم لا لا سنين برافو قلنا انت قلت الريحة الإنسان لا أما نغمة حقها موجودة العظم لا لا هذيك تبع الأدين نحكيو على البسمة بس شو آخر مسائل؟ الأذن الأذن بسمة الأذن وياسر قوية على خاطر عندنا كل إنسان عنده فورمة خاصة بيه فورمة خاصة الساقين المشية وي مش الساقة المشية لوبا نحكيو على مش بسمة الشفاء والله حبيت نقول بسمة الشفاء خفت لا قول لك قول لي حقيقة وطريقة ذا لا مش الدرجة هذي عاد لا ولا مرعوب وتعطيني ورقة حمراء والله مقبيك نغزر للشفاء أنا الورقة الحمراء مش نعطيها لك مش على هذي والله مقبيك نغزر للشفاء كل واحد يشوف بسمة عندنا الأسنان كما قال سامي الصوت عنده بسمة طبعا الشعر كانوا قبل يحلوا دي كونت دي كونت بانكير انونيم يحلوا بالصوت دايغ على ذكر بسمة الأذن كان مرتب القريب مشيت بسمة الأذن يمكن يولي تليفون يخدم بسمة الأذن كما العين وكل وفما المخ عنده بسمة خاصة بي كل إنسان فينا عنده مخ خاص والشعر بالسين زعم البسمة بتاع المخ عشيد لي كيفيه بسمة واحد يخدم في مخه فكا دونك العين الأصل بعد أحد شفاء الأذن شكرا خاصة في بسمة الشفاء انا فرحان بالطريقه اللي انت عملت بها السؤال هذا وتفكير فيه يعني بليز دو عندي بليز دو تحبوا سؤال لايت ولا اللي تحب انت لا مثال تحب سون سيكر تفضل اللي يظهر لك سامباتيك اللي يظهر لي سامباتيك اطول مقبله حكيت لكم على اطول كلام اطول بيزو اه اوكي مع بسمة الشفاء يخلي بسمة الشفاء وغادي مسكين باش نخرج وزوج يلصقوا غادي فتره الفتره ما قدش بالحق نسال لا ما عنديش فكره ديزا قداش قاعدوا ديزا يضرب بالسق لك على فكره راهي الجيزه 3500 دولار وزوج خوات من ديامون يجيبوا لي لحام يصدروني باش ينحيوني من بسمه الواحد ولا ينفخوني في الدكا بالحق راهو وصارت في سان فالنتين يضرب بالسق نعم قلت حومت سان فالنتين 2013 في لندرا في لندرا انجليز معناها ورقوا له مشكلة يقعدوا معناها باش عندك ما نطولش عليكم 23 ساعة سمحنا قعدوا كيما لمين نادي في المسرحية وقعدوا حتى جمعكم والله عندي سؤال على القلب جميل الشفاه يعني بوتوكسي ولا مش بوتوكسي ما فما اللعبة هذيك بتاع البوتوكسي وفما مش بوتوكسي تخرج حق تو قعدوا 24 ساعة لا 58 ساعة يا الله مالح هذوما 5 دقيقة
مازال 35 دقيقة و 58 سكوندة بسكوندة يعيش. شكرا على السؤال. يلا تلقاو غدوة إن شاء الله في حلقة قعلول بتاع البارح عرفتوا. الله يرحمه.